خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني والصحه. اليوم حنايا غادي نجينا نشوفوا الاجواء ديال العاشور في المدينه، واش كاين شي دوالات، واش كاين شي بنادر، واش كاين شي فاكهه. يلا نمشي ندخلوا نشوفوا شنو كاين اليوم. احنا في صحه الهديم، انا نوري لكم هانتوما صحاب صوصة سنة على الدخلة ديال الباب، الطاكسيات هاهوما، ريسة ديال الهديم، الصحة ديال الهديم. حنايا دابا داخلين ليها باش نشوفو شنو كاين في السياكين وشنو كاين داخل. خليكم معنا يا خوتي خواتاتي، اليوم العاشور. الناس ديال المكناس اللي لا برا، هو مكناس في العاشور، اللي بغا يشوف مكناس اللي توحش مكناس. هادي شحال هادي؟ هادي 10 دراهم. احنا دخلنا السكاكين. شحال الأثمنة ديالهم؟ هادوك القوالات الكبار شوية؟ والبنيدرات؟ ها؟ البنيدرات شحال؟ البندير الكبير شحال؟ البندير الكبير؟ اختي البندير الكبير شحال؟ هذوك مصايبين عليا الجلد زوين، هذوك جلد الماعز. هما عاوتاني هنايا، هما اليوم كاينين غير هما. شوف كيتزنزل ولا ما كيتزنزل؟ زوين. هادي شحال هاد القوالات؟ وهذاك البندير شحال؟ 400؟ 800. شوفوا هذاك الألعاب الوليدات، هما شوفو العاشور ديال الوليدات. عرفتي تشوفي الألعاب تشوفي الوليدات. اجي نختاروا الوليدات هاتوليا شنو. عاصر الوليدات ديال الناس الكبار. سوري غادي نشوف شي طوموبيل، غادي تشوف. لا نشوفوا شي كويزينه، غادي تشوفوا شي كويزينه هاد الوليدات. هذا محل غير الألعاب. وعندك الشخصيات ديال ها البوبيات شوف. البنيتات دابا دخلنا على باب جديد باش ناخذوا الفاكهه، حيت ما يمكنش العاشور يكون بلا فاكهه. ها هي الاشكال والانواع ديال الفاكهه. نشوفوا انتما الفاكهه 200 كل فاكهه العفو. هذا كان الكاتوليو قالها راه موديل باسم موديل اليوم. لي زوج 200 لي زوج لي زوج 10 درهم على 200
عارفه اكياد العاشور نوريو الحريم فكر العاشور ديالنا هادشي كل حاجه بثمنها مرحبا بكم هاد الحاج الفاكي عنده زوينه بحال الصحراوي ديالنا ياك هاد عنده زوينه هادشي الحاج ناي شوف المناسبات ديال العاشر اليوم شحال اثمن الحاج ديالك هادشي اللي عندك هنا واش كل حاجه بثمنها ولا شحال هاد الشريحه والتمر كاين هذا الشيء هذا اللي هنا شحال كيدير 1200 كيلو هذا 1200 كيلو كاين ب 1900 دابا هادشي عليه الاقبال دابا غير فهاد العاشور كلشي كيخدم فهاد العاشور صافي هاد لقيتها هادشي راه كاين حتى المناسبات اللي بغا شي حاجه العراسات الورود كلشي عاد كلشي كاين هنا عند الحاج كتعمر الحنة ديك الحنة كيديروها نيت العرس هاد ما تيديروا الحنة كتعمر ديروها فداك الشيء اللي شدو العرس العرس يا الدفوع ولا الخطبة الخطبة ولا كل واحد ولا يشد دو ديال الحلويات وحنا جينا نشريو من هنا اختي اختي جات تشري من هنا الفاكية فنتبعوها من ما شرات نتبعوها هذا باب جديد هذا باب جديد جو زيارة ديرو ديال العاشور ديرو ديال العاشور وديال العرايسات كلشي جو زيارة هما الفاكهة ديال اليوم تا هاديك مزيانة واحد ياخد فكرة كاين الناس اللي كيبغيو شي حاجة ما كيعرفوش ماما نقول لهم هادي كاينة هادي الفاكهة هنايا نفس الباب الجديد معروفين هادو هنا كيبيعو هادشي ديال العريسات ماشي السيلفي راه الناس ديالكم من الخارج قالك بغاو يشوفو يمكن الناس في العصر توحشوه خليها انت يجيو حنا كنا دابا بي صيفط لهم يلا انت قول لهم ها هو قول لهم مرحبا بكم قول لهم مرحبا بكم صيفط لهم غير هادشي هو كافي هما عرفتي كاين واحد النشاط والفرحة عندهم كبيرة الفاكهة ديال العشرة حاجة تريا ناخدو من هنا تا حنا تريا حاجة ناخدو من هنا يا الفاكهة هنا هادي عجبتني زوينة يا
تبارك الله كل شيء كاين. الفاكهه عاوتاني هذه الهبطه البريمه شحينا الفاكهه وخرجينا باب جديد نهبطو هبطة البريمة باش نخرجو في حالتنا نركبو ونرجعو منين جينا. فلام جدادين هم أشكال وأنواع داكشي زوين. اليوم قلنا نضربوكم شي دويرة في هاد البلايصات هادو نشوفو واش كاين فيهم بما ان الناس اليوم كلشي خارج كيتقضى العشر حنا نديوكم تسارعو معنا شوية في المدينة. مزال ان شاء الله دابا ندخلو لقبض السوق ونشوف كاين ناس طلبوا ليا قبض السوق بغاو يشوفوه حتى هو كتبوه ليا في الكومنتير قالوا لي بغينا نعرفك تصوري لنا قبض السوق. مرحبا نحنا دابا هو يعاون هو غادي نديرو شي طريه حنايا ديال عاشور ديال العاشور يلاه سير سير الله سالات الحفله داك الجوله ماشي الحفله الجوله اللي درنا اليوم الحفله غير حيت السيده بدات كتشطح ديالنا ديك الشطحه شويه مكناسيه ايوا صافي سالات لنا الجوله ما شفنا الناس شفنا الناس اللي كيشريو دوك الالعاب اللي كيشريو الكوالات كيشريو البنادر ايوا ودرنا معاهم واحد الجويله وصافي ورجعين في حالتنا بغينا نشوفوا الاجواء هذه واخا عندنا بزاف ديال الحوايج ما بقاتش بزاف بحال اللي كانوا الناس القدامين داك الشيء قليل بزاف ولكن الحمد لله تلاقينا مع ناس قدامين كانوا هنايا كيعرفوا الاهل ديالنا القدامين الناس هنايا بالمدينه القديمه هما دارو لنا واحد الطريح ديال الشطيح بالبندير ايوا وصافي بغينا نفوجو شويه وصافي خوتي خوتي شكرا لكم وشكرا نتمنى هاد الجوله تكون عجبتكم وان شاء الله نتلاقاو اخوتي في شي جوله اخرى ان شاء الله وما تنساوش ديروا لنا لايك واشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وشكرا لكم اخوتي خواتي انا وتوتو اختي توتو سلمي على الناس قولوا مع 10 مبروكه 10 مبروكه مسعوده ايوا عليكم الصحه والسلامه ايوا نتلاقاو يلاه خوتي دابا جينا بلاصه الطاكسيات غادي نركبوا باش نشوف حالتنا يلاه بالسلام عليكم خوتي خواتاتي ها هي الفاكهه اللي شرينا اليوم يلاه طلعنا للدار سخنا واحد الزليفه ديال الحائره مع تيلي اختي صايمه اليوم صامات ومع تعطلنا في المدينه ما قدرتش وجدت الفطور صافي الحريره كاينه وحطات البيض مسلوق وداكشي داكشي غير ليها هي حتى هي بوحديتها ما تيكون غير واحد صايمه شي فحال المهم بغيت نوريكم غير الفاكهه اللي شرينا اليوم ها هي ديال العاشور اذا ما كانتش الفاكهه ما كيكونش العاشور ايوا مرحبا بكم اخوتي خواتاتي ومرحبا بكم هاد الحريره مكناسيه على حقها وطريقها قلت لكم عليها البارح هي هذه ايوا عاشوره مباركه مسعوده على الجميع ومبروك العواشر الصحه والسلامه وطول العمر لجميع المسلمين خوتي خواتاتي